والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. تحية للشعب السوداني كافة الصابر، والتحية لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة. نحن الآن لفتجة لفتجة عسكرية ومسيطرين الحمد لله عليها بالكامل في المصفى الرئيسي وفي التصنيع الحربي ومعسكر الشجور وكل المعسكرات الحوالي قاعدة الدري مسيطرين عليها تماما. ورسالتنا بنوصلها للإعلاميين، مفروض الإعلام يكون إعلام حر، ما يكون إعلام ماجور. الإعلاميين اللي بيكتبوا وشنوا الحرب وهم ما قدروا أمثال ناصر شانغوشي وغيرها الماجورين. نحن القضية دي والله قضية من أجل الشعب السوداني، لا دايرين مصلحة، لا دايرين حكم، لا دايرين مال، فقط من أجل كرامة هذا الشعب العظيم. اليوم هم إحنا مسيطرين ودايرين لنا ينزلوا لنا الميدان، نحن حاليا في الميدان، ونحن إن شاء الله مسيرتنا دي حتكون متواصلة لحد الشعب السوداني ده ينال حريته وينال حقوقه، يكون في عدالة ويكون في مساواة للجميع، ما يكون في تمييز على أساس عرقك ولا على أساس قبيلتك ولا على أساس لونك. يكون الناس كلها واحد، الناس تتساوى على أساس الحقوق والواجبات، ونحن متواصلين إن شاء الله، وحنقدم أرواحنا فداء من أجل هذا الشعب العظيم، هذا الشعب المعلم، وإن شاء الله نحن معاكم متواصلين إن شاء الله في هذه المسيرة الظاهرة، مسيرة الثورة المجيدة، إن شاء الله حنكون معاكم. ورسالتنا لشرفاء الجيش مفروض توعوا وتعرفوا إن إحنا بتكاتلوا منه، ونحن أنتم مفروض نكون في خندق واحد ضد الظلم وضد فلول الكيزان. وهؤلاء الصحفيين المأجورين مفروض يكون الإعلام حر، لأنه الإعلام رسالة، الإعلام ما استغلال، الإعلام ما شيء مادي، الإعلام رسالة، مفروض تكون عندك ضمير التكذيب الإعلامي، ولازم توصل الرسالة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.